السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة مهمة جدا من حلقات نظريات الوينج تشون. تمام، النهاردة هناخد نظرية مهمة جدا وهي المبادئ الأربعة للاعب الوينج تشون. طبعا الأربع مبادئ دول مهمين جدا، في طبعا نظريات كتير إن شاء الله كل شوية هناخد نظرية جديدة عن الوينج تشون، لكن نظرية النهاردة كان لازم ناخدها لأن المبادئ الأربعة دول عشان تبقى لاعب وينج تشون يعني بتلعب المتوفر فيه كل المواصفات، يكون الأربع مبادئ دول لو في حاجة ناقصة عندك تكملها. تمام، طبعا هنتكلم عن الاربع مبادئ دول ايه هما وازاي تطبقهم وتشتغل على نفس كل مبدا لوحده منفصل. تمام، طبعا دلوقتي المبدا الاول وهو البساطه، مبدا لاعب الوينج تشون اللي هو يكون في البساطه في التقنيات، يعني كل تقنيه بيأديها مش محتاجه ان هي مثلا ايه يعني فيها اي تكتل او اي عرقله، لا يعني التقنيات بسيطه جدا وممكن باقل مجهود تقدر تنفذ التقنيه بسهوله. البساطه ان انت ممكن مش محتاج ان انت تاخد وضعيه فايت ولا حاجه، لا بساطه في وضعيات الوينج تشون، بساطه في الهجوم، بساطه في الدفاع. دايما بتحس يعني ايه دايما لو انت بتلعب الوينج تشون هتلاحظ مع الممارسه ان انت كل تحركاتك بابسط الطرق ممكن تقضي على الخصم، ممكن تسيطر عليه. انما طبعا لما تكون لسه مبتدئ لسه في بدايه الوينج تشون بتلاحظ ان انت لسه في توتر، الحركات لسه مش عارف في عرقله اثناء تاديه الحركات في الدفاعات، لسه ما وصلتش للمرحله المطلوبه. فطبعا المرحله ديت بتيجي ازاي او المبدا دوت بتشتغل عليه ازاي؟ من خلال الممارسه بتلاحظ ان انت ممكن باقل حاجه بقيت تقدر توصل للمستوى الاعلى. يعني البساطه في اللاعب الوينج تشون مهمه جدا، تضرب التقنيات ببساطه، مش لازم تكون مستعد لها والضربه تكون يعني ايه مع الدماغ شغاله لدرجه ان انت تتعرقل وما يحصلش معاك تفاعل اثناء تاديه التقنيه او الدفاع عن النفس. تمام، فلازم تكون عندك مبدا البساطه، البساطه دي مهمه جدا من مبادئ لاعب الوينج تشون ومن مبادئ الفن نفسه. تاني حاجه المباشره، دايما بتلاحظ ان في تقنيات الوينج تشون او في هجوم الضربات اللكمات الركلات اي حاجه من دي بتكون اكتر حاجه فيها بتكون ايه مباشره من خط المركزي اكترها بنسبه كبيره، ممكن تكون الضربه مباشره اللي مش محتاج ان انت مثلا تعمل دورانات حاجات يعني مش هتتعرقل من اي حاجه. تمام، يعني مش هفيش حاجه هتعطلك، دايما بيبقى فيه مباشره، اكتر ضرباتك بتكون مباشره من اقرب مسافه ما بين نقطتين خط الوسط الخط المركزي بتاعك تقدر تهاجم منه. دايما بتلاقي مخارج من التقنيات اللي ممكن الخصم يستعملها معاك، دايما بتلاقي مداخل وثغرات عند الخصم. فطبعا ضرباتك المباشره اكترها، ودايما لاعب الوينج تشون اكتر الضربات عنده زي اللكمات المتتاليه زي الكفاف الكف الامامي زي البالم سترويك البكسر، الحاجات المباشره اكتر حاجه واكتر حاجه بتستخدمها بلاعب الوينج تشون الهجوم المباشر عشان يقدر يقضي على الخصم بابسط واسهل الطرق. تمام كده، يبقى قلنا اول حاجه البساطه، بعد كده المباشره، تالت حاجه الاقتصاد من الحركه او بالمعنى العربي كده الحركه قليله. يعني ازاي؟ ما فيهاش دايما يعني تحركات كتير، ممكن باقل حاجه مراوغه واحده تقدر تهاجم الخصم، تقدر تدافع عن نفسك من اقل حاجه، مش محتاج حركه كتير ولا تفضل تتنطط من هنا ومن هنا او تتحرك او تعمل اي حاجه وتبذل مجهود كبير. لا طبعا المجهود الكبير ده هو النقطه الجايه هنتكلم عليها، لكن خلينا دلوقتي في نقطه ايه الاقتصاد في الحركه. حركه قليله، ممكن لاعب الوينج تشون هو مش هيتحرك كتير، ممكن بحركه قليله ممكن يعمل ديفنس وهجوم في نفس الوقت، مش هيحتاج يتنقل او يتحرك تحركات كتير. لا اقتصاد في الحركه، مفيش تحركات كتير، مفيش اجهاد كتير، لا كل الحاجات دي بتكون مقتصد فيها. فدي برضو بتشتغل عليها مع كتر ممارستك والمزاوله للوينج تشون، بتلاحظ ان انت بقت حركتك قليله، بقيت الطاقه بتاعتك بتستخدم الطاقه اقل. النقطه الرابعه بقى او المبدا الرابع للاعب الوينج تشون وهو الاقتصاد في القوه. يعني القوه مش محتاج ان انت تبقى عندك قوه عضليه او قوه كبيره عشان تبقى لاعب وينج تشون، لا زي ما اتكلمنا قبل كده في نظريه الوينج تشون ممكن اي حد يمارسها جميع الاعمار، مش شرط حد يكون بقوه جسديه معينه. لا الحل دوت ان الحاجتين اللي احنا قلنا عليهم اول حاجه البساطه والمباشره دول حاجتين عمليتين هتلاقيهم اثناء تاديه التقنيات والممارسه، الحاجتين التانيين اللي هو الاقتصاد والاقتصاد، اقتصاد في الحركه، اقتصاد في القوه. الحركه هتكون حركه اقل، والاقتصاد في القوه مش هتحتاج ان انت القوة بتاعتك مش هتكون قوة جامدة، لا الضربات بتاعتك مش هتحتاج تستخدم قوة كبيرة عشان تقضي على الخصم، يعني مش هتبذل مجهود كبير، لا ممكن دايما تلاقي أقل الضربات المباشرة تقدر تأثر على الخصم بنسبة كبيرة فيها، هتكون مقتصد في قوتك، مش هتحتاج إن أنت تنهج كتير، يعني تتعب نفسك بنسبة كبيرة، لا أنت هنا اقتصادك في الحركة بيقلل الإرهاق واستخدام المجهود الكتير، الاقتصاد في القوة مش هتحتاج قوة غاشمة أو قوة شديدة، لا
ممكن بأقل الحاجات، ممكن بالقوة بتاعتك العادية تقدر تأذي الخصم وتأثر عليه وتدافع عن نفسك، تمام؟ يبقى هم دول الأربع مبادئ الأساسيين للعب الوينج تشون. طبعا أنت لو بتلاحظ عن أي مبدأ منهم ناقص عندك بيتبني من أثناء ما أنت بتمارس الفن. لو لقيت حاجة ناقصة عندك من الأربع مبادئ دول حاول تشتغل عليه. لو لقيت المباشرة ناقصة عندك من خلال التدرب على التقنيات واستخدام التقنيات المباشرة أو أقصر الهجوم، أقصر هجوم على الخصم اللي هو الهجوم المباشر، الخط الوسط اللي ما بين نقطتين، كل الحاجات دي مهمه جدا. الاقتصاد في القوه مش بتحتاج قوه كبيره، اقل قوه ممكن قوتك العاديه بتاعتك انت من خلال الممارسه بتظهر عليك القوه بتقدر تاثر على الخصم. والبساطه اللي احنا قلنا عليها ما بتحتاجش اي قيود او اي مثلا تتبع اي حركه معينه، لا ببساطه ممكن تهاجم بكل بساطه، بتكون بسيط في تقنياتك، سهل جدا. المباشره احنا اتكلمنا عليها، واقتصادك في الحركه واقتصادك في القوه قلنا الاثنين دول برده مهمين تشتغل عليهم، تمام؟ ويا رب تكونوا استفدتوا. طبعا كل نظريات الوينج تشون لازم اللاعب زي ما بيملى التقنيه يملى عقله بالنظريه، تمام؟ عشان كده انا حبيت ابلغ حضراتكم وان مفيش حلقه فلسفيه لازم نتكلم فيها، برده لما بنوصل لمستوى بنتكلم في كل نظريه. ويا رب تكونوا استفدتوا والنظريه تكون عجبتكم. وبكده انتهت حلقه النهارده، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وفعل الجرس ولايك وشير للفيديو، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.